لما نقول للستات يا ستات يا أمامير يا حلوين، لما تيجوا الكنيسة في التناول حطوا أشربة على رأسكم، ده مش تحكم ولا شغل صعيدة. الإنجيل قال وبولس الرسول قال إن تاج المرأة في شعرها. طيب مجد المرأة في شعرها، طب أنا داخل أخذ مجد لنفسي ولا بدور على مجد المسيح؟ يبقى أخفي المجد بتاعي ليظهر مجد المسيح. مش تحكم ولا تخلف، ولا بولس الرسول كان متخلف، لا، ده إحساس داخلي إن الست داخلة تخفي جمالها وتخفي كرامتها وتخفي المجد بتاعها علشان يظهر مجد المسيح. دي مش خطية ومش غلط ومش تحكم وما هياش ثقل على الراس، ده بيعملوها يا حاجة خفيفة وعليها رسومات جميلة وعليها ورد حلو وعليها وعليها، ونلبس نبة لنا صورة، صورة حقيقية لبنات الله قدام الله. مش تحكم من أبونا ولا من سيدنا ولا شغل صعيدة بتاع أنبا بيمن، لا لا، بصدق كده، بصدق كده أخبي كل الكرامة اللي فيه، كل المجد، كل اللي حطاه في وداني واللي حطاه مش عارف فين واللي كله مستخبي ليظهر مجد المسيح إلهنا في حياتنا. مش كرامة شخصية، هو أنا داخل الكنيسة أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. هو محبته لينا عظيمة. تواضعوا تحت يد الله القوية يرفعكم في زمن الافتقاد، أنزل الأعزاء من على الكراسي ورفع المتضعين. تواضع، الكرامة الشخصية ضد التواضع على طول، الكرامة اللي فيها وفيها وفيها واللي اتكلمنا عنها. دايما قول لنفسك أنا في الموازين لفوق، لما حد حتى يمدحك قولها جواك، واعطي المجد لله عندما يمدحك الآخرين. فاكرين هيرودس وهو قاعد على كرسي المملكة وهو شايف وقالوا هذا صوت إله لا صوت إنسان، ضربه ملاك الرب في الحال لأنه لم يعطي المجد لله. ما يدي المجد لله، ادي المديح والكرامة لربنا. أنا مين؟ أنا ده بولس الرسول قال أنا من أنا بل نعمة الله التي في، قال أنا الذي مثل السقط. خدوا بالكم السقط، لما واحدة سقط قبل ما تكمل ميلاد الجنين، ده بولس الرسول اللي اختطف للسماء الثالثة ورأى ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، كان ينكر نفسه وكل شوية يقول أنا الذي اضطهدت كنيسة الله، أنا خاطي، أنا في الموازين لفوق، أنا إيه ده؟ إيه يا عم أنت يا بولس الرسول؟ يقول أنا لا أبحث عن كرامة شخصية لي، أنا ببحث عن مجد المسيح في حياتي. أوعوا يا أحبائي، كرامتنا وذاتنا، قال من ينكر ذاته، من ينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني هو ده التلميذ. غير كده ما ينفعش يبقى ليا تلميذ، ده مسيحنا اللي قال لنا كده، وده مسيحنا مش أنكر ذاته، ده 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 يعني كفاية كلام أشعي النبي في النبوة، سر الآب بأن يسحقوا بالحزن. سحق، عارفين سحق يعني؟ شفتوا العصارة بتاعت القصب؟ لما بنسحق عود القصب عشان نصفيه، مسيحنا اتسحق عشان خاطرنا، عشان خاطرنا. اللي قال من منكم يبكتني على خطية حصل فيه كده، أمال إحنا نعمل إيه المفروض؟ نصحى، استيقظ أيها النائم وقم من بين الأموات، انسى نفسك، انكر نفسك واتبع مسيحك بصومك وصلواتك وصنع الفضيلة لمجد الله في حياتك. لا تمدح نفسك على أي فضيلة أنت وصلت لها، وتذكر أن الآباء وصلوا إلى درجات عليا
أبائنا الجسديين وأبائنا الروحيين، وإحنا في الموازين إلى فوق. اعرف المعنى الحقيقي للمتكئ الأخير. المتكئ الأخير مش اللي قاعدين في آخر صف، لا، المتكئ الأخير إنك قاعد حتى في أول صف لكن إحساسك إني غير مستحق لهذا المكان. مش المكان هو المتكئ الأخير، المهم مشاعرك وأحاسيسك هي اللي تقول. وكل من يتضع ربنا بيرفعه، يتضع من جواه ربنا بيرفعه. اوعى المجد الباطل يضحك عليك. واحد من الآباء قال للقديس أنبا تيمساوس من آباء الرهبنة، قال له: يا أبي أرى أن فكري دائما في الله. حاجة حلوة، الراجل شايف فكره في الله. قال له إيه؟ الأفضل لك يا ابني أن ترى نفسك تحت كل الخليقة. إن كان ربنا محوط عليك وبعد فكر الشرير عنك، ده مش فضل منك ولا فضل جهادك، ده لو غمض عينك لحظة عينه لحظة عنك ما تقدرش تقف أبدا. فكل كرامة داخلية جواك أو كل مجد داخلي اديه لصاحبه، اديه لربنا. وآخر حاجة هتكلم فيها، ويا رب ما تتخنقوش معايا، يا سلام لما تقعد مع واحد يقول لك أصل أنا مرجل جيز عمل معايا وعمل معايا وعمل معايا. حلو، ممكن من رجلس يكون عمل كده، ومارو مرقس عمل معاك، والعذراء عملت، وابو سفين عمل، لكن عمله ما ياما عمل مسيحنا القدوس وشفى وفتى عيون عميان واقام موتى وهتفوا ضده وهم اللي راحوا اشتكوه. هو يعني كون في معجزه تحصل، هو الراجل الاعمى مش هو اللي راح بلغ عن المسيح، هو اللي فتى عينيه. الله، يا رجل عيب عليك، ده انت يعني ده انت كنت اعمى ومرمي، عمل معاه المعجزه وراح بلغ عنه اليهود. وصاحب اليد اليابسه لما شفاه هو اللي هتف وقال اطلبوا اطلبوا دمه علينا وعلى اولادنا. ايه وايدك اللي كانت ناشفه مش المسيح شفاها؟ ليس كل من يحدث معه معجزه شهاده حيه على بره وعلى كرامته. ودايما يقولوا لنا داري على شمعتك تنور. نقعد نحكي ونرغي، بص العذراء ظهرت لي وابو سفين قال لي ومارو مرقس مش عارف عمل ايه. مارو مرقس متهيألي بيبقى راكن على جنب كده بيتفرج علينا. ايه ده؟ ايه اللي احنا بنعمله ده؟ والواحد يحس انه بالنشوة والكرامة ويقعد عايز يكتب وينزل في الكتب. انا عارف ان انا هطلع من هنا ربنا يسترها. الكتب بتاعت المعجزات 99% منها للتجارة. اقولها تاني ولا كفاية كده؟ 99% منها للتجارة وللفلوس، وإحنا أعباط مش أقباط. اشتري واقرأ. طب والإنجيل بطلنا نقرأ، وسير القديسين بطلنا نقرأ، بنقرأ معجزات بس عشان نحكي وصلنا حصل وفتحت الجزء الكام ولقيت الجزء الكام وفلان قال لي وفلان عدلي وياه وشي وحلمت بالليل وفلان حكالي وفلان حكت لي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ وايه اللي انت بتعمليه ده؟ سلام الرب معاكم. سمعنا الأنبا بيمن وكلامه الرائع عن إن فعلا ناس كتير تركت الطريق، تركت التركيز في حياة الصلاة والعبادة والطريق القرب،
وركزت في معجزات أو أي حاجة تانية غير الطريق، ركزت في العالم المادي الباطل مش في الحياة الروحية. صحيح هو قال الأنبا بيمن أجزاء من سير القديسين الرائعين إن فعلا كون إنك تشوف خطاياك أحسن من تشوف المسيح، لازم تتواضع. لكن برضو في ناس ما تعرفش إزاي تتواضع، لا يعني فكرة إن أنا أريد دي مش هتخليني أتواضع. أنا بلقي الضوء من زمان على تعليم المسيح علمهولي إن أنا بس كلنا بنسمع في الكنيسة لازم نبقى متواضعين زي ما سمعنا، بس إزاي؟ ينظر حد قال لنا إزاي؟ لازم أشوف خطاياي، ما أنا ما أقدرش، الناموس روحي أما أنا فجسدي. يعني أنا طبيعتي بحب نفسي، والقديس بولس بيقول أنا ما أعرفش، لست أعرف ما أنا أفعله، لست أفعل ما أريده. يعني أنا عايز الناموس روحي، أنا عايز أعيش الناموس والحياة الروحية بس مش قادر. الله بس هو اللي هيتمم كل شيء فيا إذا عرفت دوري. اللي الأنبا مين بيتكلم عنه ده اسمه الروح. طب هجيبها إزاي؟ هل بالإيحاء؟ أغلب الوعظ زمان علمونا أنه إن أنا مجرد أريد أبقى متواضع هبقى متواضع، أو الرغبة مستحيل. أكيد الأنبا مأر كان أمين جدا في جهاد، والأنبا أنطونيوس، لكن ليه بعد سنين طويلة قالوا لم نبدأ بعده، أحنا مش رغبان؟ لما شافوا مكسيموس وديمتريوس فهموا إن في وضع نفسي، في عمل، في جهاد قانوني، في جهاد حتى الدم ما تممهوش كله، في شيء لازم يتعمل على الإنسان. مكتوب على المسيح أخرجه الروح للبرية، في حاجة لازم أنا أتركها، أقمع جسدي، أعملها، أفعلها. مش بالإيحاء أن أنا لازم أحس أن أنا آخر الكل، لا مش هقدر أحس بالإنسان العطيق أن أنا أرضى الكل، مستحيل. ده عمل روحي. باختصار شديد ده عمل روحي. اللي اختبر ده بس هو اللي قال كده بس. مش أنا اللي هعمل كده، ده المسيح اللي فيه. طب والمسيح اللي فيه يعمل كده إزاي؟ لما يبتدي يحيا فيه. وإزاي يحيا فيه؟ زي بذرة ميتة، إزاي تبقى شجرة؟ زي ما ورانا أنه طلع البرية، مش دخل موضوع البرية في المنهج. لازم أطلع البرية عشان أتغير لإنسان جديد، أو أنا أفنى والمسيح اللي فيا يبدأ يوجد، فتبدأ ثمار الروح اللي هو التواضع، الوداعة. ثمر الروح ده ثمر روح. لما نقول لناس عندهم زرع صناعي ولا ورد صناعي ولا شجر صناعي، هاتوا ثمر زي العذراء الجاهلات، هيفتكروا ان الحاجة دي بتتباع، راحوا للباع، ما يتتباعش. في جهاد قانوني وانا مش هقدر اعمل شيء، ده المسيح اللي يعمل. بس في دور على الانسان، كل ان ما فيش راعي على الارض ما قالهوش، هو ده مش عذر، هو ده اللي فهموه القديسين، ده سر هروبهم. صاروا متعلمين من الله، سيصير الجميع متعلمين من الله. التعليم ده من الله اللي هو الختان. كون إن برضو ما فيش حد على كوكب الأرض قالها مش عذر، المسيح عاشها. كان الصبي يتقدم أو ينمو في القامة والحكمة والنعم،
واخرجه الروح للبرية. كل القديسين مكتوب عنهم اللي مكتوب عنهم تائين في البراري عملوا كده وعاشوا كده، عشان كده كانوا فاهمين مستنيرين أحيا. لا أنا هو مش هو، أنا بالجسد لا هقدس شعر البابا فلان وجلبية البابا فلان، هقدس الحية النحاسية، هقدس تابوت العهد، هقدس خشب المسبح، هقدس حجاب الهيكل، هقدس المواد، لكن ده مش الهيكل الروحي. مش ده البناء الروحي، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء. يسوع المسيح نفسه حجر الزاوية فيه كل البناء. ده مش بناء توهمي إن أنا ممكن أقتنع وأريد أن أقتنع، ده رائع، دي بداية. أقبل فكرة إن أنا أردأ الكل بداية، لكن مفيش حاجة اتبنت. برضو في ناس قالوا لي لا أنت اللي تقرر. أيوة ممكن تبقى بداية، زي أقرر أروح للمسيح، أقرر أصوم لغاية لما ربنا يبتدي يفتح زيني، يعني أترك اللي أقدر أعمله، أقرر أعمل حاجة، أبعد وأقفل، ده عهد قديم، أترك أغاني واوا، ده عهد قديم. لكن لسه المسيح ما بدأش يولد فيني، فيا يستبدل الإنسان الجديد بالعتيق، يعني العتيق يفنى، يستبدل العتيق بالجديد يفنى، والجديد اللي هو المسيح يولد. ده لازم في عمل أعمله زي الموت يعمل فينا والدفن والترك. وعيش لوقا 14 لما رأى جموع مشي وراء لهم، لا مش بالمشي. فالتفت يسوع لهم، نقرأ نفتح لوقا 14، رأى جموع كثيرين حوله فالتفت وقال لهم إيه؟ إن كان أحد يأتي إليه ويبغض أباه وأمه، ليس أحد ترك بيتنا وإخوة أخوات. فين الكلام ده؟ في ترك وموت ودفن، في بداية ولادة المسيح، المسيح يولد يبتدي ينمو، بعد كده ثمر المسيح اللي فيا، مش ثمري أنا، أبدأ بحاجة بسيطة بس مش هو ده اللي هيظل، ومش هو ده البناء اللي هينمو. الفكرة ان انا اريد، حلو ان انا اقرا سير اباء قديسين وبستنى الرهبان واشوف ان فعلا المفروض ابقى متضع، لكن مش هقدر اظل متضع على طول، وما فيش حاجة هتنمو وتتغير فيا لو لم افهم ايه اللي عمل المسيح، واطلب المنقدم الروح، اطلب قيادة روحه، وهو اللي يولد فيا وابتدي ينمو فيا مش انا. كان مفروض كل الرعاة يقولوا أنت مش هتقدر، أنت تريد، لكن اللي هيحصل، اللي هيتغير، اللي هيتولد ويتغير ويثمر هو المسيح بس. اللي هيتولد ويتخلق الإنسان الجديد ويثمر هو المسيح مش أنا. ناس كتير طلبة الحق، فزي ما السيد المسيح بيقول تعرفون الحق فالحق يحرركم، لأن أي إنسان عايش بالجسد هو عبد، عبد لنفسه، عبد لذاته، عبد لهارون، عبد ليهوذا، عبد لأي حد، عبد للعالم، عبد الرئيس العالم، عبد الحواء، لأن القانون هو أنتم عبيد للذي تطيعونه. فاللي تتبع المعجزات في القرن الأخير أو القبل الأخير في القرن الـ18 والـ19 بس، لما في ميديا وجرايد وأخبار وحفظ الأخبار، لأن لسه برضو كان في القرون الوسطى ما كانش فيه مصانع ولا كان فيه ميديا ولا كان فيه تكنولوجيا، فممكن تكون في ظهورات بس ما اتدونتش إلا اللي هي اتكتبت اتدونت اتأرخت، لكن أكيد كان السيد المسيح أو القديسين بيظهروا. لكن اللي تتبع بس، يعني احنا بنتكلم على نوعية عشان توصل للنقطة، ظهور العذراء
في القرنين اللي فاتوا بمعجزات في لورد وسانت فاطمة ومدجوري. آلاف من الناس شافوا وحصل معجزات، وفي الآخر في كنيسة العذراء بالزيتون في القاهرة آلاف من الناس شافوها وحصلت برضو معجزات. لكن السؤال من ناحية الله كان إيه هدفه، والناحية التانية من الناس استفادوا إيه؟ لما السيد المسيح بيقول من يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يمضي، قلنا المرة اللي فاتت أن السيد المسيح بنفسه كان عايش على الأرض 35 سنة تقريبا، مش ظهر زي ما ظهر لإبراهيم، وده برضو من ضمن الظهرات في التاريخ، وظهر ليعقوب بس كان فردي كانش بيظهر جماعي، وظهر لإبراهيم كذا مرة ملش صادق وبعد حرب قدر لعمر والناس كتير زي منوح أبو شمشون والتلت فتية، وظهر ليوسف لما تاه ولقي حد في الحقل بس مش واضحة للكل، ما علينا. المهم ظهر لشخصيات في العهد القديم سيد المسيح بنفسه، وفي ظهورات مدونة للعذراء. السؤال من ناحية الله كان هدفه إيه، ومن ناحية الناس مين النوعية اللي استفادت، مين اللي استفاد من المسيح أيام السيد المسيح لما كان عايش على الأرض حاجة وثلاثين سنة؟ الناس اللي هي عندها رغبة تفهم وتطلب وتريد، لأن رئيس العالم استغل إن الناس بتحب نفسها وعايزة يكون الله وسيلة، فاللي كتب كتب. طبعا في ناس في الكنيسة عارفة كده، زي الأسقف اللي قال إن فعلا أغلب الكتب دي مش حقيقية، هو قال 99% هي مش هتفرق 90% أو 50%، بس هو ربنا وراني كده في رؤى كتير، بس ما كانش ينفع الواحد يتكلم لقديسين مشاهير معاصرين أو قديسات أو راهب أو راهبة أو مشاهير ما كانوش رهبان، كانت للتجارة. ليه كل ده؟ رئيس العالم استغل أن مش كل الناس طالبة النور وطالبة الحق وطالبة الطريق، فاستغلت. حتى لو ظهر فعلا المسيح كان على الأرض، محدش استفاد غير اللي كان عايز الحق. يعني ظهور المسيح على الأرض تجسده كأنه ظهور مستمر، برضه ما فاتش حد، رب المجد نفسه ما فاتش حد إلا اللي عايز يستفاد. يعني نفهم الموضوع عشان يوضح، عشان توضح النقطة. الموضوع مش في العذراء ظهرت في الزيتون أو لم تظهر، أنت مش أرثوذكسي مش أنت قبطي ولا مش قبطي، الموضوع في الشخص. هل قرر أنه يفهم؟ هل قرر أنه يعرف؟ هل صادق في أنه يعرف؟ ما النتيجة إيه؟ يعني نقول التاني السؤال بطريقة أشمل، مشي الله مع بني إسرائيل 40 سنة، بسحاب 40 سنة، بعمود نار 40 سنة، بأكل نازل من السماء من سماوي 40 سنة، وفي الآخر كم واحد استفاد؟ مفيش غير 2 اللي دخلوا أو 3 اللي استفادوا. فالموضوع مش في أن أنت مش بتحب البابا شنودة، مش أنت مش بتكرم التمثال، روح الله كان ماشي بالطريق مع بني إسرائيل في الطريق 40 سنة، مفيش غير 3 اللي استفادوا. ظهر السيد المسيح وكان ظهور مستمر تجسد 35 سنة، وفي الآخر رئيس الكهنة قال اصلبه والشعب قال اصلبه،
وزارت العذراء في متجوري أو متجوري في سانت فاطمة وأيا كان، وفي الزيتون وفي كنيسة العذراء في القاهرة. الموضوع مش في ظهور المسيح ولا في العذراء، الفيصل في الشخص. أخنوخ ما شافش حاجة ولا نزلت له مناية من السماء، مش مناية، نقطة مية ما نزلتلوش من السماء، بس صار مع الله ولم يوجد. لما نحط الأبيض جنب الأسود تظهر النقطة اللي عايزين إنها توضح. صار أخنوخ مع الله ولم يوجد، شاف إيه؟ أهل نينوى سيدين هذا الجيل، شافوا إيه؟ ما شافوش حاجة، ما راحوش خدوا بركة العذراء، ما كانش العذراء موجود، ما راحوش خدوا بركة جثمان أليشع ولا موسى، هو ما يعرفوش أصلا إن في أنبياء، وما يعرفوش يعني أنبياء. فنحط أهل نينوى مع الناس اللي هي بتقول إيه ده، شعر البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية والقاهرة وشبرا والصعيد، ونحط أخنوخ وأهل نينوى اللي ما شافوش حاجة مع بني إسرائيل اللي شافوا كل حاجة، وإحنا عندنا كل حاجة. الموضوع مش معتمد على مادة أو ترتيب، لا الختان ينفع ولا الغرلة، بل الخليقة الجديدة، بل حفظ وصايا كلام الله واضح. الموضوع مش في الختان ولا في الغرة، مش حرام الذهب ولا حلال، مش التماثيل صح ولا مش صح، الموضوع مين اللي مشى الطريق، مين اللي اتغير، مين اللي سأل، مين اللي فهم، مين اللي أراد أن يسأل. صار أخنوخ مع الله ولم يوجد. ليه مش واصلين مع كل ده؟ لأن الموضوع مش في المن اللي نازل 40 سنة ولا المسيح اللي معانا، الموضوع في إرادة الإنسان ثم بعد جد الجهاد القانوني في طريق. سأل الإنسان وبصدق وفهم وطلب وهيمشي هيوصل، ما سألش ينزل أكل من السماء، الملائكة عاملة أكل من السماء، يظهر المسيح ويقيم موتى، يتفتح البحر ما يتفتحش، تتشق الشمس وما تتشقش، الجبال تنفلق أم لا تنفلق، المحيطات تنفلق أيام موسى أم لم تنفلق، مش هيفرق، لأن البرهان الروحي، العمل الروحي ممكن يستخدم الله بحكمة وسيلة زي كده أو لا يستخدم، هيظل الموضوع في الإنسان في قراره. وبعد كده في الجهاد القانوني أن يدفن الجسد الحيواني ويجاهد حتى الدم بفهم وبقيادة روح الله ويتولد المسيح فيه، هو ده الطريق. شاف ربنا أن هو محتاجين حاجات زي معجزات وسمح أن العذراء تظهر أو ما تظهرش، دي بحكمة ربنا، لكن المهم الطريق هو الطريق، الهدف هو الهدف. واللي سأل عن الهدف زي أخنوخ وطلب قيادة روح الله، الله كان واقف على بابه، لأن هو بيلزم كل إنسان للدخول إلى بيته. فالموضوع مش للختان ولا في الغرة. هل كلمة الله مش واضحة لهذه الدرجة؟ برضو مش عذر. فالكتاب المقدس بيقول في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة تنفع شيئا، بل الإيمان العامل بالمحبة. في غلط يا خمسة، وليس الختان ينفع شيئا، يعيدها تاني في الإصحاح اللي بعده في غلط يا ستة، ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة. وفي كرنسوس الأولى بيقول ليس الختان شيئا وليست الغرلة شيئا، بل حفظ وصايا الله. يعني الكلام ده، الختان يعني اللي بيعتمدوا على ممارسة الطقس، أنا بردد لحن، بردد قبطي، جايب أواني المسبح، الحجاب بتاع الهيكل جايبه من الهند ولا الأبانوس من السند، ده كويس،
يعني طقوس وترتيبات كويسة ومعمولة، لكن لو أنا مش عايش بالروح مش هتنفع. وفي ناس تانية زي ما قلنا في الطوائف بتقول لا مش بنلبس ذهب ومنحط الصور، برضه هو الموضوع مش كده، ولا الغرلة اللي هو الناس رمز للناس اللي هي لا تمارس طقس. هو الموضوع مش عدم ممارسة الطقس فأعتقد إن أنا كده في الروح، لا المهم أعيش، ولا أنا بمارس طقس وأعتقد إن أنا برضو بعيش وعايش الحياة زي سفينة مربوطة زي ما ربنا وراني في رؤية، الناس بتدخل السفينة وبتطلع وهي مربوطة. فالموضوع مش بمارس طقس ولا لا أمارس طقس، الموضوع مش إني أكرم ولا أكرم هدوم البابا شنودة أو عربية البابا شنودة أو تمثال العذراء. الموضوع كمبدأ يعني الموضوع ملهوش دعوة بالبابا شنودة ولا العذراء ست الكل، الموضوع ملهوش دعوة تماما بالمادة أو بممارسة الطقس كانت وسيلة. الموضوع هل أنا عايش ولا مش عايش بالروح. لما الشعب بني إسرائيل تزمر في سفر العدد صح 21، لما تزمروا ربنا قال لموسى اصنع حية من النحاس وحطها على راية أو حاجة عالية عشان اللي تلدغه الحية ينزل للحية النحاس. الحية النحاس حية، قال له أعمل حية محرقة يعني نموذج أو تمثال لتعبان الكبرى مثلا، حية محرقة يعني حية بتلدغ لدغ موت، وده رمز للإنسان اللي مولود احنا قلنا بالخطية، وجي المسيح اتشبه صار في الهيئة كأنه إنسان، لكن الفرق الحقيقة أنه حاسس اللي هو رمز للسيد المسيح نفسه شخص المسيح الإنسان اللي هو يسوع الإنسان، هو مش إنسان حقيقي عشان كده نحاس، لكن قوي. النحاس بيرمز للقوة وكأنه إنسان صار في الهيئة كأنه إنسان. يعني كأنه إنسان يعني خاضع لضعف وخاضع لرئيس العالم وخاضع تحت الزمن كأنه، لكن هو مش كده، لكن رمز لكده. الموضوع حي النحاسية وإن في حاجات كتير ومواضيع كتير، لكن النقطة الأساسية هو رمز للمسيح اللي أنا لما أبص له، بس مش معنى أن أبص له يعني طقس وترتيب وأدخل الكنيسة وكاري رأس وكلي، لا مش كده، أسلك كما سلك لأنه هو الطريق. الموضوع فيه كذا نقطة، احنا بنتكلم عن نقطة التمثال وعدم تمثال، عبادة شكل وهدوم البابا شنودة وشعر البابا شنودة، تمثال البابا كلوروس الحياة النحاسية بتاعت البابا كلوروس، أو حتى صليب السيد المسيح. الموضوع مش في البابا كلوروس أو البابا شنودة أو صليب السيد المسيح، في ناس بتقول احنا قدرنا ناخد قطعة خشب من صليب السيد المسيح، وبعدين علاقة ده بالكيان الروحي والإنسان الجديد اللي هو المسيح اللي اتولد فيه زي ما اتولد في العذراء بشروط زي البذرة لو أنا مدفون على طول، العلاقة فالطريق روحي، الناموس روحي يعني الحياة روحية، الناموس روحي أما أنا فجسدي، الناموس يعني الطريق اللي الله عايزني أمشي فيه، الهدف اللي خلقني أعيش فيه، حط روحي في جسد علشان أحارب الجسد اللي هو منتمي للعالم، اللي من التراب منتمي للتراب، تراب زيه زي ما شفنا في داود منتمي للتراب وعايز يلتصق بتراب، وزي ما عمل آدم اتكلم بس أول ما شاف حواء هذه عظم من عظامي. كل معلومة ربنا بيقولها عشان نعيشها مش علشان الناس تسرق معلومات، عشان اتكلمت عن آدم من كام سنة وجي راهب وجي ناس مرار جوا مرار جوا مرار جوا مرار بقي مرار صعب. فنرجع تاني فكرة الحياة النحاسية، أيوة الله قال لنا اعملوا تابوت عهد
وقاروب من النحاس والذهب وغطيه بالذهب. أيوة هو اللي قال كده، لأني أنا كنت لسه بالجسد مش حاسس بيه، فأنا محتاج مواد خام، محتاج حاجة ألمسها أشوفها بعنية الجسد. لكن جه تاني في ملوك التاني في الآخر، إيه اللي حصل؟ ربنا قال لحزقيا في ملوك التاني 18، لازم تشيل المرتفعات وتكسر السواري وتكسر التماثيل، والحية النحاس دي اللي عملها موسى أسحقها. إيه ده؟ مش أنت قلت أعمل التمثال؟ أنا قلت الهدف علشان تتذكروا ما وراء الرمز. أنا قلت الرمز، أنا قلت إن بيسمح بخيمة اجتماع وبيسمح بشيء مادي لهدف، لكن لو الوسيلة دي تحول لعبادة لأن الناس مش منقادة بالروح، لو الهدف أو الوسيلة دي اللي ربنا قال لنا عليها خلتني أبعد عن الهدف، لا نشيل الحاجات دي، دي مادة نحشتان معناها النحاسي أو الشيء النحاس، شيء نحاسي من النحاس يعني نحشتان يعني من النحاس، مادة من النحاس، تمثال من النحاس، نموذج من النحاس، الحاجة قوية يعني. أيوة الموضوع مش في الحية النحاسية نفسها اللي هي رمز للمسيح، الموضوع أني أفهم المغزى اللي ما وراء المادة نفسها، أو ما وراء تابوت العهد، ما وراء قصة المن، ما وراء خيمة الاجتماع، ما وراء الطريق روح الحياة الروحية. إيه الصعوبة في أن الموضوع مش واضح والرعاة مش موصلينه للناس؟ طوابير، لا حاسب حبيب اللي يدخل عشان ياخد بركة العربية بتاعت البابا كلو، بدل ما يقولهم يا ناس ده رمز، يا ناس الطريق روحي، الناموس روحي، ما هو فيها فلوس ومش عذر، لا للرعاة اللي مش فاهمين ولا للناس اللي مش فاهمين، ما فيش عذر. المسيح عاش ازاي؟ قال ايه وعاش ازاي؟ ايه شروط الكنيسة اللي عملها المسيح وعلمها للتلاميذ وعلمها للعالم كله تتعمل ازاي؟ هل من الاسمنت ولا من الحديد؟ هل حجاب الهيكل من الابانوس نجيبه من الهند ولا من السند؟ يعني ايه اللي قاله بالتحديد؟ متى صليت ادخل كنيسة شكلها ايه؟ بالضبط زي اللي في روما ولا اللي في مصر ولا اللي في روسيا ولا اللي في الهند ولا في جنوب أفريقيا؟ بالضبط قال إيه بالتحديد؟ متى صليت أعمل إيه؟ أروح فين؟ قال أدخل مخدعك. طيب وهو نفسه كان بيروح كنيسة إيه وشكلها إيه الكنيسة؟ ولما اجتمع مع التلاميذ وكتروا لغاية ما صعد، إيه شروط الكنيسة اللي أسسها؟ الكتاب بيقول لنا أنا أعضاء في جسمه، الكنيسة هي أعضاء الجسد، ده لما كل واحد يمشي الطريق زي لما أنبا بولا اتقابل مع الأنبا أنطونيوس كده كنيسة. كون أن الرعاة ما قالوش العبارة دي، الكنيسة هو تلاقي أعضاء المسيح بعد ما هم تغيروا ودفنوا وتحول كل إنسان من جسد لخليقة أخرى اللي هو مسيح تاني، عبروا على الأربع كائنات وكل شوية عرضه وطوله وعمقه وعلوه اتغيروا زي الجنين بدأ يتكون، وبعد بعد فترة يتحرر من السجن، وبعد كده لما كنت طفل كنت كطفل أتصرف هتصرف زي الطفل، وأكبر أكبر لغاية لما بقيت شاب وبعد كده رجلان. كون الكنيسة ما قالتش كده ده مش عذر، ما خدتش بركة البابا شطة، ما خدتش بركة يوحنا المعمدان،
معقولة أنت عديت على المدينة دي ده راهب كبير يعني وما خدتش بركة الحزام بتاع العذراء؟ في وقت ربنا قال اعملوا حي نحاس وهي نفسها عملت معجزات، وفي وقت قال لا اسحقوها. الله طلب من حزقية قال له اسحق حية النحاس، ده في ملوك الثانية اصحاح 18، وسحق حزقية حية النحاس التي عملها موسى لأن بني إسرائيل كانوا في تلك الأيام يوقدون لها. حلاوة أنتم مش فاهمين، لا أنت هتتكلم، ده الله نفسه اللي قال لنا اعملوا تابوت العهد والحية النحاس. أيوة قال لنا ليه؟ يا ابني ده عربية البابا شنو ده، انت ما دخلتش، كنت في دل الأنباب شوي يعني. دراهب قال لي، قلت له مين ايه ده ونشهق، قلت له ما شهقتش ليه لو يعني بافتراضات ان انا قعدت فترة ما بصليش ما بصومش، ما سألتنيش ليه، ما اهتمتش ليه بالكيان الروحي بالإنسان الروحي، انت بتتكلم عن ايه، عن الحلم؟ جلبية البابا كلوروس جلبية، أيوة يا أبوي هو نفسه عاش الموضوع، الناموس روحي كله دخل في كله. الله خلقني ليه؟ اذكروا الأوليات منذ القديم لأني أنا الله، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ده 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 كوميديا. راهب بيقول لي دي آية في العهد القديم. احنا عندنا الاب وصلاه الابن، ده كان مرشد روحي ليا في يوم من الايام يعني، بس دي كانت اخر حديث بيني وبينه. قلت له ايه ده مين ايه ده، قال لي للرب الهك تسجد اياه وحده تعبد، دي ايه في العهد القديم. دي قالها السيد المسيح في تجربه على الجبل في العهد الجديد، مكتوب اياه وحده من العهد القديم. حبيبي هذا حبيبي، هو حبيب واحد، هذا خليلي وحبيبي لي وأنا له. أنا بكلم إلهي عريسي، للرب إلهك تسجد إياه وحده تعبد. بالنص ده في تجربة على الجبل السيد المسيح قالها لإبليس. دي آية، أنا منيش دعوة بالعهود وبالأزمنة، دي البشارة بتقولي كده في العهد الجديد. هو واحد زي في رسالة يوحنا الإصحاح الخامس بيقولوا التلاتة واحد، وتوبيخ السيد المسيح التلاميذ لما قال لهم، واللي في لبس بالذات يعني لما سألوا من رآني قد رأى الآب. أي حاجة ننشغل بيها، أي حاجة حتى شعر البابا شنودة، بس المهم ما نمشيش الطريق. أي شيء وبفلسفات وبتتكلم على العذراء وبتتكلم، فين الطريق؟ أنا مش هنفع حضرتك وحضرتك مش هتنفعني، فين الطريق؟ هذه هي الحياة الأبدية إيه؟ وهي إيه؟ إن يعرفوك؟ لا، مرشد الروح قال لي لا، كان يقصد ربنا يعرفه الآب غير الإبن. إيه اللي احنا فيه ده؟ مين هينفع مين؟ لما هربت إلاريا مين نفعها وهي نفعت مين؟ لما هربت أناسيمون وماكسيموس وديمديوس، السؤال اللي كنت بسأله زمان، هما هربوا ليه؟ مين نفع مين؟ لما هرب الأنبا بولا لما شاف واحد ميت لأنه عرف إن ده امتحان وحياتنا امتحان وهينتهي الامتحان في أي لحظة، مين نفع مين؟ إن أردت أن تكون كامل كل بع كل مالك، الطريق روح، الناموس روحي، أما أنا فجسدي. الحياة روحية كلها، هذه هي الحياة الأبدية، وهي أن يعرفوك. الله شرح كل حاجة في الكتاب وقال لنا أنه لما تكلم مع التلاميذ بعد القيامة لقاهم مش فاهمين حاجة في إنجيل لوقا، بيقول فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. نروح له ونقول له فهمنا، لأنه بيقول فتشوا الكتب لأنكم تظنون إن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي. نقول له اكشف لنا وما تخليناش نبكي زي يوحنا لما لأن السفر مختوم بسبعة أختام، لأن الله مش بيئتمن الجوهرة بتاعته غير على للصدقين للي عايزين يمشوا. نروح له ونقول له فك الختوم يا رب،
واكشف لينا انت العريس بتاعنا. انت خلق كل نفس عشان تبقى عروس ليك. احنا مش هننفع حد ومحدش هينفعنا. بتقول تعودك باسمك انت ليه. طيب خلينا نعيش ليك. فهمنا، افتح ذهننا، فهمنا الحقيقة. في معجزات مفيش معجزات، في شعر البابا كلوروس مفيش ناخد بركة. فهمنا ليه قلت اعمل خيمة اجتماع، ليه قلت اعمل حية وبعدين تهدها وتسحقها وتطلب من حسقية يسحقها. فهمنا لا الختان ولا الغرة، لكن المهم العالم الروحي. المسيح يوجد فينا بفنائنا باستمرار. البذرة هي مدفونة، بندفونة المسيح بيتولد وينمو يوم بعد يوم. السنة الخارجية يفنى، الداخل يتجدد يوم بعد يوم. قدر رئيس العالم يلهينا عن أي شيء علشان ما نتحدش بيه، ما نمشيش الطريق الحقيقي، علشان ما حققش الهدف، علشان ما يتولدش فينا، وعلشان ما نتحولش للإنسان الجديد ونضمن أن احنا بقينا واحد فيه عشان نبقى في الحياة الروحية. يلهينا عن أي حاجة مستخدم الأساليب الأدبية والأساليب أنت بتقول لي لأ ليه، بتقول لأ يبقى مش لو قلت كم مرة لابونا. فين المنقادين بروح اللهم أبناء؟ لا يقلل ده من كرامة هارون، حتى لو قلعنا عريانين ولا كسانة ولا الطريق روحي. الطريق هو قيادة روح الله لكل إنسان. أنا مفروض في وكالة، الوكالة دي مفروض أنا أكون أميني ليه وفيها، إن أنا مخلوق ليه وهو خلقني ليه، وما فيش حد هينفعني، العالم كله مش هينفعني. الحلم هيعدي لحظات، وفي أي لحظة هصحى وهيضيع كل شيء لو أنا ما طلبتش قيادته، لأنه هو لازم قيادة روح. وهو قال محدش يقدر يأتي إلى الآب إلى لبي، ومحدش يقدر يأتي إلي إلا ما يكتسبه الآب، وسيصير الجميع متعلمين من الله. فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إلي. رعاة الأرض قالوها وما قالوهاش مش عذر. المسحة تعلمكم كل شيء. نفتش نشوف الآيات دي فين. كل ده اللي أنا الآيات دي موجودة في إنجيل يوحنا صحاح 6 وفي رسالة يوحنا الأولى صحاح 2. المسحة تعلمكم كل شيء ولا تحتاجوا لمعلم. ومن أرمية 31 الآية اللي تكررت، من الآيات اللي هي نادرة جدا تتكرر 3 مرات، وفي عبرانيين 8 وفي عبرانيين 10، إنها أيام يقول الرب أقطع عهدا جديدا معكم، ليس كالعهد الذي قطعته مع شعب بن إسرائيل ونقضوا عهدي، ولكن في عهد عايز أعمله معكم. لا يعلم أحد أخاه، بل سيكون متعلمين من صغيرهم لكبيرهم وأصفح عن خطيتهم وذنبهم. نفهم الهدف ونطلب أن الله يقودنا، لأنه هو اللي بيقود وهو الطريق، هو قيادة روح، أخرجه الروح البرية. مفيش حد فيه عذر ولا ليه عذر بعد ما جه المسيح وعاش، سواء بغض النظر عربية البابا سوفيرس ولا عربية البابا كلوروس. خدنا بركة، البركة هي حياة روح، نمو. كلمة بركة معناها نمو روح الله فينا، بمشي طريق قرب. مفيش طريق تاني غير اللي المسيح جه وعاش عشان يحقق الهدف، وكل واحد عقله في راسه يعرف خلاص. صلوا لي. نفهم الهدف ونطلب أن الله يقودنا، لأنه هو اللي بيقود وهو الطريق، هو قيادة روح، أخرجه الروح البرية. مفيش حد فيه عذر ولا ليه عذر بعد ما جه المسيح وعاش، سواء بغض النظر عربية البابا سوفيرس ولا عربية البابا كلوروس. خدنا بركة، البركة هي حياة روح، نمو. كلمة بركة معناها نمو روح الله فينا، بمشي طريق قرب. مفيش طريق تاني غير اللي المسيح جه وعاش عشان يحقق الهدف، وكل واحد عقله في راسه يعرف خلاص. امتى هندخل عهد جديد؟ امتى هنتولد ولادة حقيقية؟ وامتى هنجاهد كما سلك المسيح عشان نقوم؟ امتى هنقوم؟ وامتى بعد القيامة هنعيش الصعود زي إيليا وأخنوخ؟ امتى والعمر خلاص قرب ينتهي؟